بكم. معكم مصطفى كوبري من مدينة الدار البيضاء، صاحب مشروع MN Auto Consult، وهي شركة متخصصة في بيع قطع غيار وأكسسوارات السيارات، بالإضافة إلى ورشة لإصلاح جميع أنواع السيارات. مميزات المشروع ديالي هو الوحدات المتنقلة مدينة الدار البيضاء اللي كتوفر فيها الجودة والضمانة والسرعة وذلك بأقل تكلفة. برنامج قمام ساعدني بزاف باش ندير لو بورسونتاج في هامش الربح، باش ندرس اكثر لي بروفيل ديال الكليان من فئه الشركات، ونعرف السوق في هذا المجال، ونعرف اكثر لا بار دو مارشي ديال الشركه ديالي، وكذلك نحدد هدف الشيفر دافير اللي بغيت نوصل له. وليت كنعرف المنافسين ديالي باستعمال خريطه المنافسه، ودرت استراتيجيه التسويق اللي ساعدتني الوصول للزبناء اللي كنستهدف والولوج للسوق باسهل طريقه. من الاهداف اللي خدام عليهم حاليا هو استعمال مواقع التواصل الاجتماعي اللي غتزيد تعرف اكثر بالشركه ديالي والخدمات اللي كتوفرها. كذلك ندير لا ميزاجور للسيت ويب ديالي، وهذا الشيء طبعا خاصو المحتوى المناسب. من الاهداف اللي خدام عليهم كذلك نلقى ورشه لصيانه السيارات اكبر مساحه، بيزنس انجل اللي غيساندو المشروع ديالي. القمام بالنسبه ليا هي البروفيسيوناليزاسيون، يعني الخبره والمواكبه. الاهداف هما لي زوبجيكتيف اللي غنحدد نوصل لهم ان شاء الله، والاستعداد للسوق هو اختيار السوق المناسب للشركه ديالي.